نشكر الدكتور رامي لان بيصور الحصار وكمان بيحاول وفعلا هو عمل قبل كده نشرها في اليوتيوب في الفيسبوك، فممكن ناس تانيه مش حاضره معانا بيسمعوا الحصار وبيتعلموا معانا. فبنشكر الدكتور رامي ونشكركم جميعا، ربنا يبارك لنا باذن الله خطه الله من اجل البشريه والخطه الالهيه من اجل البشريه. اول حاجه خدناها عن الخلق العجيب، ربنا خلق العالم في 6 ايام واستراح واستوى العرش في اليوم السابع. الله كل يوم كان بيخلق فيه شيء من مخلوقات، كل يوم كان ربنا بيقول ايه، راى الله ما عمله فاذا هو ايه حكم. اما اليوم الثالث ربنا قال ايه، راى الله كل ما عمله فاذا هو حسن ايه جدا، يعني ما فيش ولا عيب. ولا عيب يعني ايه؟ ما فيش ورق من الشجر ينشف، ما فيش اشواك في الورود، ما فيش وحوش تفترس حيوانات اخرى، ما فيش حروب، ما فيش امراض، في ميكروبات بس ما جاتش ضاره، في وحوش بس اليفه بتاكل حشائش بتاكل النباتات، في ورود بس من غير اشواك، في كل حاجه كامله، كانت الخليقه كامله جدا يا جماعه. لكن للاسف الشديد النهارده هندرس عن السقوط الرهيب. يعني ايه سقوط؟ يعني حاجه موجوده من حته عاليه وقعت، ده اسمه سقوط. لما طالب يخش الامتحان ما لقيش اسمه من ضمن الناجحين يقول ايه؟ ده رسب او سقط. سقط يعني ايه؟ ما كملش الدرجات اللي تخليه يكون من ضمن الناجحين، فسقط، اسمه سقط من القائمة، اسمه سقط من انه ينجح ويدخل العام الجديد في سنة متقدمة. لو واحد جماعة منهم من البحر واحد منهم نزل وغرق يقول ده سقط، سقط أو غاص أو غرق. فالسقوط سقوط حاجة مش كويسة، حاجة تعتبر رهيبة، رهيبة لأن الإنسان في حالة يعني منتهى القيم، في حالة منتهى الكمال، في حالة منتهى السعادة، ويبتدي يدور على حاجة أصعب وأوحش. دي فعلا حاجة غريبة جدا، سقوط غريب وسقوط رهيب. زي مرة واحد رسام حب يرسم العشر الرباط، فقال أنا عايز واحد أقدر أرسمه يكون هو يعني يشبه الشخص المسيح، فعايز أدور على واحد مؤمن وجميل ومبتسم في وداع. فراح لف على الكنائس ولقى واحد جميل وديع شكله جميل، قال له تعالى أنا عايزك، أنا هرسمك عشان أنت تكون في لوحة العشاء الرباني اللي بتمثل صورة الرب يسوع. بعد ما رسم هذا الإنسان وقعد يرسم التلاميذ، قال أنا عايز أرسم صورة يهوذا الإسخريوطي، فعايز أجيب واحد شرير شعره منكوش ومكسر وعينيه فيها الغدر والعلوانية وشكله كده يبين الشر. قال أروح فين؟ مش هروح كنيسة المرة دي، لا ده أنا هروح في الحانات أو أماكن الخمرات يعني. فلف لقى واحد فعلا مبهدل وعينيه كلها قسوة والشعر مكوش ولبسه مش كويس وبيشرب خمرة عامل مشاكل، قال له أنا عايزك أنت. قال له ليه؟ قال له عايز ارسمك. ترسمني ايه؟ قال له عايز ارسمك تمثل صورة يهوذا الاسخريوطي. فقال له يا سلام، انا هقول لك على سر الخطيبة. قال له ايه؟ قال له تقدر تعرف يا حضرة الفنان ان الشخص اللي انت رسمته قبل كده علشان يمثل صورة المسيح هو نفس الشخص اللي انت عايز ترسمني يا يهوذا الاسخريوطي. قال له ازاي؟ ده انت كنت جميل وتروح الكنيسة وتعمل نشاط وشكلك جميل وفيك وداع، قال أنا نفس الشخص اللي أنت رسمتني قبل كده عشان أقابل المسيح. قال له إيه حصل؟ قال له الخطية، السقوط في الخطية، السقوط في حال أو حياة غزيلة وظلم في الشر خلاني أبقى شكلي وحش. شفتوا قد إيه يا جماعة؟ السقوط بيعمل إيه في الإنسان؟ آدم وحواء كانوا عايشين في حياة كاملة، حياة مثالية، حياة منتهى الفرح، وللأسف الشديد
سته رفضوا في الامتحان، ربنا قدم امتحان. وده بنلاقيه في المدارس والجامعات دايما، المدرسين بيعملوا امتحانات. ليه امتحانات؟ هل الامتحان عشان الطالب يسقط؟ لا طبعا، الامتحان عشان الطالب يذاكر، وعشان الطالب يقيس قدراته ويشوف تحصيله. الامتحان علامه ايه؟ هقول لك علامه ايه. بدل ما الطالب يجي المدرسه ويقعد يسمع كده ويروح وخلاص، لا، المدرسه عايزاه يثبت ان هو بيستفيد. ولو في طالب سقط سنه ورا سنه في نفس العام الدراسي او في نفس الفرقه الدراسيه في الاخر في الكليه او المدرسه، تقول ايه؟ شكرا، مع السلامه، انت واخد مكان في المدرسه على الفاضي، ما بتذاكرش ولا بترجع وتسقط كل مره. يبقى مفروض شخص اخر او طالب اخر يستحق يجي مكانه. فاللي حصل مع ادم حواء ربنا ادم امتحان، امتحان الطاعه، او نسميه امتحان المحبه، امتحان او اختبار للثبات في المسيح وحب الله. الله محبه وخلق الانسان اللي بيحب الانسان وعايز يتبادل مع البشر المحبه. لذاته معنى تبادل البشر، خلق الانسان علشان يعطيله حب، وعايز الانسان يبادل الحب. ما ينفعش ابدا يا جماعه ان احنا مثلا ندي لاولادنا كل حاجه، اكل وشرب ولبس وتعليم وكل احتياجاتهم، وفي الاخر ما نطلبش منهم ولا حاجه. لو ما طلبتش من ابنك ولا بنتك اي حاجه يعملها، اي واجب او اي مسؤوليه، انت بتعلم الابن الانانيه. والاخس زي ما قلت من شويه، الاخس بدون عطاء بتبقى زي بركه راكده عفنه تاكل ولا تعطش. اما النهر الذي يعطي فهو نهر متجدد وعذب المياه. فربنا قال لادم حواء انا بحبك وعملت لك كل حاجه، شجر جميل، ازهار، ازاهيه، طيور مغرده، حيوانات أليفة تجتمع حولك، مياه راقية مثل البارود. أنا قدمت لك يا آدم أنت وزوجتك أجمل شيء، وأنت ماذا ترد لي؟ هل ممكن تأكل من كل شجر الجنة؟ أما معرفة شجر معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. امتحان سهل، وعشان كده الخطأ في السؤال السهل بيبقى خطأ كبير أوي. لما تسأل طالب تقول له مثلا واحد زائد واحد ما يعرفوش، يقول تزعل قوي، تقول ازاي يا ابني؟ ده انا جبت لك سؤال سهل جدا. او تسأل واحد تقول له يا ترى اسم دجال كان شغلته ايه؟ يقول لك يا حصل دجال، مش عارف. دي بتبقى فعلا صعبه قوي، الواحد بيستغرب ازاي جبت سؤال سهل والناس مش عارفه تجاوبه. فربنا ادى سؤال سهل لادم وحواء، لكن للاسف الشيطان كان متربص بالانسان. الشيطان سقط بسبب الكبرياء، ولذلك جاء ليزرع الكبرياء في نفس الانسان، وقال لحواء جيت بطريقه مخادعه جدا، جيت بطريقه ملفته جدا. ايه الطريقه الملفته؟ الشيطان عمل معجزه. هل الشيطان يعمل معجزات؟ نعم، كثير من المعجزات تصنع عن طريق الشيطان. المسيح قال كده اني ويصنعون، اللي هم النصحاء الكذبه والانبياء الكذبه، يصنعون ايات وعجائب ويضلوا حتى لو امكن المختارين، وينزلون نارا من السماء. اذا الشيطان بيصنع معجزات، نخلي بالنا، نحترس من الانبياء الكذبه. لذلك الشيطان جه في صوره حيه تتكلم، والحيوان معروف لا يتكلم، لكن كان الشيء مذهل ان هذه الحيه بقدراتها المذهله التي تلمس الشجرة ولا يحدث لها أي ضرر. وهنا جاءت حواء لتخطئ أو تسقط في أول سقطة، وهي عندما سألها الشيطان هل أحقا قال لكم الله أن لا تأكل من شجر الجنة؟ قالت لا، قال لنا نأكل من كل شجر الجنة أكلا، ولكن أما شجر معرفة الخير والشر فلا نأكل منها ولا ننساها. فهنا الضعف على كلام الله خطر كبير جدا، هو التعديل على كلام الله خطر كبير جدا. فممكن تكون الحيه لمست الشجره ولم تكن، ممكن تكون الحيه اكلت من الشجره وايضا لا
يوم تأكل من الشجرة تكون عارفين الخير والشر وتكون مثل الله. إذا هنا تجريب الكبرياء. ذهب الشيطان كبر وأراد أن يكون مثل العلي وسقط. أيضا غرس في الإنسان الرغبة في التعالي وأن يكون مثل الله والتشكيك في كلام الله. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الايه؟ الروح. فاخذت حواء واكلت واعطت زوجها للاسف. اعطت زوجها. عندما جاء الله يسال يا ادم اين انت؟ ما معنى اين انت؟ الله يعلم من انت. وهو لا يسال السؤال الاستفهامي ليجيب ادم اننا في هذا المكان لان الله يعلم مكانه. ولكن اراد الله ان يسال اين انت من محبتي؟ اين انت من طاعتي؟ اين انت من علاقتك معي؟ فجاء رب ادم بكل صراحه سمعت صوتك فاختبأت لان عريان سمعت صوتك فخشيت ولاني عريان فاختبأت. من اعلمك؟ قال الله من اعلمك انك عريان؟ النهارده بالذات انا استغربت جدا يا ادم كل مره انت كنت بتيجي ترحب بيا. يا ادم انت كنت دايما انت وزوجتك حواء بتحبوا تشوفوني وتسالوني اسئله كتير ونقعد اعداد حلوه. اشمعنى النهارده اختبأت؟ اكيد اكلت مسلمة. قال له المره التي جعلتها معي اعطتني. ادام ادم الله الذي خلق له حواء وهي هبه جميله في الجنه. قد وهب الله الانسان موهبتين رائعتين في الجنه وهو الزواج وايضا يوم الرب وتقديس يوم السبت. فهنا ادم يحتج. ادم يشكر الله شخصيا يقول المراه التي جعلتها معي. بمعنى ان الله مشترك في هذا الخطا وحاشا لله. اعطاني فاكهه. اذا هو ادان الله وادان الزوجه ولم يدين نفسه. فربنا بدا يعطي العقوبات. هذه العقوبات ايها الاحباء عقوبات عادله. ما حدش يظن ان دي عقوبات ابدا فيها ظلم. ادم انفصل عن الله وحواء ايضا. اعتبروا انهم لهم تفكير افضل ولهم اختيار احسن. وعطى الله القفوه للبر وقال ابعد عنا ومعرفه طرقك لا نصاب واكل المشتري. وبهذا عندما ينفصل الانسان عن مصدر الحياه لابد من الموت. يوم تاكل الشجر موتا موتا تموت. ولكن لم يرد الله ان يموتهما في نفس اليوم لكي يعطيه فرصه للتوبه. فرصة للإيمان بالفداء عندما شعر وبالخزي والخجل من العرض. عندما أخطأ أخطأ الإنسان أبوين الأولين عندما أخطأ شعر بالخجل. لماذا؟ لأنهم كانوا يلتزمون بثياب النور ثياب نور البر بر المسيح. عندما أخطأ نزع عنهم هذه الثياب وأصبحوا في موقف الخزي والخجل. ولأنهم أبعد أنفسهم عن الله فاستحق الموت. ولكي لا يأكل من الشجرة طرد من الشجرة من الجنة لكي لا يأكل من الشجرة الحياة. وأيضا بدأ تنمو الأشواك. شوكة وحسكة تنبت لك. وهنا نجد أن الشيطان بدأ يعبث في الجنة أو في الهدية الجميلة التي أعطاها الله للإنسان. الله أعطانا لنا طبيعة كاملة مثالية. أما الآن فبعد ما كان آدم يتسلط على هذه الطبيعة ويعملها ويحفظها لكي تكون يانعة ومغرقة وجميلة جاء الإنسان لكي يعطي تاج السلطة للشيطان. خضع الإنسان للشيطان بكل خيبة وبكل جهل لكي يكون عبد الشيطان. ومن يعرف خطية فهو عبد الخطية. اللي قد فقد الإنسان البنوية مؤقتا بنويته لله وأخضع نفسه لعبودية عبودية الشيطان.
أرضا خطر الإنسان المحبة والفرح والسعادة الزوجية بعد أن كان يمدح الإنسان زوجته قائلا: هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. الآن ينفر الإنسان، ينفر آدم من الزوجة الجميلة، يقول المرأة التي أعطتها لي، هي التي جعلتها معي أعطتني فأكلت. النفور بالزوج عندما يشكو بعض الأزواج أو الزوجات من سوء المعاملة من شريك الحياة، لدرجة أنه أحد الطرفين أو الاثنين يطلبان الانفصال أو الطلاق ويسألون ما المهر؟ ما المهر؟ أقول لهم الحل الوحيد إن الزوجين يقربوا لله، لما يقربوا لله تخترق المسافة بينهم وتحل كل المشاكل. فكأن المسيح هو في رأس المثلث والزوجين في زوجي القعر، عندما يقترب الزوجين من المسيح تقترب المسافة بين الزوجين وتحل كل المشاكل. النفور الزوجي والشوك والحسد والطرد من الجنه الابيات ياكلان من شجره الحياه، وايضا السياده الزور على زوجته. لقد جلبت حواء على نفسها الخضوع لزوجها والاستياء له رغم انه يزول عليها. السياده تختلف اختلاف كبير عن القياده. نعم الرجل راس المرأة، الرجل هو راس البيت، نعم، ولكن عليه ان يقود وليس عليه ان يسود. يقود بمعنى ان يشترك مع زوجته في الرب، يشترك مع اولاده في قياده البيت، ولكن ليس عليه ان يسود بكل دكتاتوريه وبكل استبداد. خسر الانسان اشياء كثيره جدا. السعاده الزوجيه خسر ايضا الراحه والمتعه في العمل، واصبح يعمل بالعرق. قال له الله ان الارض لم تعد تعطيك قوتها وعرق وجعك تاكل خبزك، لان الارض لا تعطيك قوتها. وبدا الانسان يعمل ويفتح. وقال الكتاب في سفر ايوب: مولود المراه قليل الايام وشبعان تعب. اذا سالت اي شخص عن عمله فسوف يجيب اني تعبان مجهد في عمل. المعلم والمهندس والتاجر والفلاح لا نسمع ابدا عن شخص يقول انني مستريح في عملي. حتى الموظف الذي يجلس على مكتب يقول انا تعبان ايضا من مسؤولياتي. فقد الانسان العمل المريح والجو المعتدل الجميل، فقد الطبيعه الخلابه لكي يعيش في حياه بها كوارث وبها خوف وقلق. كان الإنسان يعيش في حياة آمنة، والآن أصبح مهدد بالزلازل. صعب جدا إن الإنسان يتنبأ عن حدوث زلازل. أصبح الإنسان مهدد بالأعاصير والبراكين والفيضانات المهلكة. لماذا؟ لأن الشيطان أصبح رئيس هذا العالم. لأن الشيطان أصبح إله هذا الضعف. نعم، أعطى الإنسان الذي أعطاه الله السلطة على هذه الخليقة، أعطى السلطة لآدم وهو باختياره وبسكوته الرهيب، بسكوته الغريب بعد ما كان عنده كل الأشياء. في قصة هناك تقول إن كان هناك مزارع عام يزرعان في حق يدرك شخص آخر، وكان المزارعان يشكوان من التعب ويقول لولا خطيئة آدم وحواء لما تعبنا بهذا الشكل. فسألهم صاحب الحق: هل لو كنتما مكان آدم وحواء لما أكلتم من الشجرة في المعبد؟ قال: نعم، سوف أدعوكما لغداء عمل الغداء في بيتي. فجاءوا لكي يأكلان في بيت هذا الرجل صاحب الحق، وعندما قدم لهم الأطعمة من كل ما لذ وطاب وضع لهم مثل سلطانية أو طبق مغطى وقال: كلوا من كل الأطباق واتركوا هذا الطبق الوحيد. فقالوا: لدينا أطباق كثيرة. بدأوا يأكلون، وعندما
تساءل الزوجان لماذا لا نعرف ماذا يوجد في هذا الطبق، فبدأوا بكي يكشف ماء الطبق، فللأسف رأوا أنه به عصفورة وطار سريعا عندما كشفوا عن هذا الغطاء. عندما جاء صاحب البيت أو صاحب المزرعة قال لهم: هل رأيتم أنكم فعلتم مثلنا فعل آدم وحواء؟ نحن جميعا نخطئ إلى نعم، ليس آدم وحواء، يقول الكتاب كأننا الإنسان واحد تحت الخطيئة، بالخطيئة الموت، وكان اكتاز الموت الجميع إذ أخطأ الجميع. الموت اكتاز إلى كل البشرية السبب أننا أخطأنا ونخطئ. أحبائي، حرم آدم أو طرد آدم من الجنة لكي لا يأكل شجرة الحياة، وهنا بدأ يعرض للمرض والشيخوخة والموت أيضا، ولكن الله مستعد أنه يرجع لنا كل ما فقدناه. يقول الكتاب هناك أزمنة اسمها أزمنة رد كل شيء، الرب قادر أن يرد ما فقدناه في الجنة بسبب الخطيئة. الطبيعة المثالية الجميلة سترجع مرة أخرى. أيضا أيها الأحباء، الألفة بين الحيوانات سترجع مرة أخرى، الذئب والحمل يدعان معا. أيضا الأمراض ستنتهي عندما يأتي المسيح، لأن يقول الكتاب إن الأعرج والأعمى أيضا عيناه تفقحا. سيرجع الله كل ما فقدناه أيها الأعزاء. أنا أشبه ما يعمله الله لنا بواحد رسام كان يرسم لوحة جميلة جدا، وعندما تعب وأراد أن يدخل لكي ينام، جاء الابن الصغير وأراد أن يرى ماذا رسم والده الفنان، فسحب اللوحة وكان هناك إناء به لون من الألوان، فانسكب الألوان على الصفحة التي كان يرسمها الوالد. عندما جاء الفنان القدير حجم بعض الأوراق، قال: أنا أستطيع أن أحول هذا اللون الذي انسكب، كان حفظ الحفظ لون أخضر، فقال: أنا سأصنع من هذا اللون الأخضر شجرة جميلة في المنظر، وفعلا أصلح ما أفسده الإبن. وكما أفسد الإنسان جمال الطبيعة وأعطى للشيطان السلطة كي يعبث بهذه الدنيا الجميلة، قلت لكم من قبل إن عندما يرسل لنا شخص هدية جميلة وتأتي مثلا في طرد في البريد أو في أي بأي عن طريق أي شخص، ويأتي الساعد الذي يعطيك الهدية بطريقة غير نظيفة غير مرتبة، قد تحزن أو قد تغضب من صاحب الرسالة أو المرسل وتقول: لماذا يرسل لي هذه الهدية بهذا المنظر الغير لائق؟ ولكن عندما تعلم أن الساعي هو الذي عبث بالهدية، تعلم أن المرسل ليس له ذنب. الله أعطانا كل شيء جميل، وللأسف في ناس كتير بتقول: ليه ربنا بيعمل زلازل؟ لا، ربنا ما بيعملش زلازل، ربنا بيعطينا كل شيء حسب جدا، ما كانش فيه زلازل في الجنة، وبرضه ربنا هيزيل كل العقبات أو العقوبات التي حلت على الإنسان بسبب الخطية. ربنا مستعد يرجع لنا كل شيء بس بثمن غالي ثمين. الرب قدم لينا نفسه وبقدم لينا دمه الكريم لكي يرجع لنا أزمنة رد كل شيء. الله مستعد يرد لنا كل شيء فقدناه في الجنة، ويرجع لنا الفردوس المفقود في سورة الفردوس المردود، والكتاب بيقول: ها أنا صانع سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. فلا نحزن على الجنة التي خسرناها، بل نفرح لأن الرب دفع الثمن الغالي ليرد لنا كل ما فقدناه. عندما أخطأ الإنسان فقد الجنة وطرد منها، ولا لكي لا يأكل شجرة الحياة لكي لا يحيا وهو خاطئ. ما العيب أن يحيا الإنسان وهو خاطئ؟ العيب هو كأن إنسان مثلا لص
وإنسان قاطع طريق، إنسان يخيف الناس ويكون حياته كلها مآسي لنفسه ولعائلته وأيضا للآخرين. فعندما يموت هذا الإنسان تستريح الأرض منه. فأيضا كيف يحيا الإنسان وهو قاطع؟ إنه شر للإنسان أن يعيش حياة طويلة كلها عذاب، مثلما إنسان مريض ويعيش حياة طويلة في الألم والعذاب. نقول إذا الله رحم هذا الإنسان فالأفضل أن يموت. فلذلك الله قال إني بسبب انفصالكم عن الله، لأن خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، كيف تستمرون في الحياة؟ موت تموت. وأيضا النفور بين الزوجين، كان الزوجين عايشين في حياة سعيدة، حياة ممتعة من الحب والسلام والعطاء المتبادل، ولكن بعد الخطية بدأ يشكو آدم. هذه المرأة التي سميتها جزء من جسدي، ضلع من ضلعي، عظم من عظمي، الآن هي التي أفقدتني الجنة، بدأ يشكو من زوجها. وأيضا عوقبت حواء بالتعب في الولادة، وأيضا أنه يسود عليه، أن زوجك يسود عليه. للأسف الشديد هناك رجال كثيرون يستعملون سلطتهم في حياتهم الزوجية في سلطة مخيفة. أحبائي، الرب يستطيع أن يستردنا من الخطية ومن الشعور الرجال بالتعالي على زوجتهم، بأن يعيشوا حياة التبادل في الآراء، في القيادة، في المحبة. الورود الجميلة أصبحت بها أشواك، الأشجار الخضراء أصبحت تموت منها الأوراق، الموت انتشر بين الحيوانات والنباتات، الأرض المتوازنة أصبحت مرتبكة وأيضا تهدد بالزلازل في أي وقت، والبراكين أيضا والعصير. ولكن نشكر الله أن الذي خلق الجنة كاملة ومثالية وحسنة جدا سيعيد لنا كل هذه الأشياء عندما يأتي على السحاب. أحبائي، أن الله يرد لنا كل ما فقدناه، فلا نيأس ولا أرجوكم ولا نيأس ولا ننسب أي شيء في هذه الحياة أو أي أضرار أو أي آثار من الخطية لله. لا تقولوا إن الله يحدث الزلازل، لا تقول إن الله أمات فلان، لا تقول إن الله أرسى مرة معينة، لأني كل أعطايا الله حسنة، كل موهبة تامة، كل عطية حسنة هي نازلة منين؟ عند الله. فأرجوكم لا تنسبوا لله أي شيء رديء، أي شيء شرير، أي شيء محزن في هذه الدنيا ليس من الله. الله مستعد يرد لنا كل شيء، لكن علينا أن نستعد لهذا اليوم الجميل ونشكره، لأنه دفع ثمن الغالي لكي يسترد لنا كل ما فقدناه بسبب خطية أبوينا الأولين. السكوت الرهيب له حال، وهذا ما سنناقشه في العزاء القادمة. آمين. خلينا نختم بالترنيمة رقم 280.